الفصل الثالث الأمن المادي لنظم المعلومات Physical Security. إن الأمن المادي يراقب أجهزة الحاسب الآلي من خلال بيئة الرقابة على نظم المعلومات، وإن الدمار الذي يلحق وحدات التشغيل المركزية والأجهزة الملحقة بها في أي منظمة يمكن أن ينتج عن مجموعة من الأضرار الطبيعية والبشرية. الأنواع الرئيسية لضوابط الأمن المادي: أولاً، أنواع متعددة من الأقفال المادية، ويشمل ذلك أقفال المفاتيح التقليدية وأقفال إشارات الدخول الإلكتروني والأقفال المشفرة والأقفال المركبة والأقفال البيولوجية. ثانيا، حراس الأمن. ثالثا، كاميرات المراقبة بالليل. رابعا، إجراءات الكشف والطوارئ العامة. خامسا، نظم التدفئة والتهوية والتبريد. سادسا، التغطية التأمينية على المعدات والتكاليف لإعادة تخليق البيانات. سابعا، إجراءات النسخ الاحتياطي الدوري لبرامج النظام والتطبيقات والبيانات بالإضافة إلى تخزين ونقل وثائق النسخ الاحتياطي إلى موقع آمن. ثامنا، نظم الإمداد بالطاقة للطوارئ والطاقة غير المتقطعة. تاسعا، برنامج استئناف الأعمال الحالي والمختبر. عاشرا، إداريون مدربون بشكل مناسب لأمن نظام النسخ الاحتياطي. إن خط أولا الأقفال المادية. إن خط الدفاع الأول في الأمن المادي يتحقق من خلال تركيب أنواع متعددة من الأقفال على أبواب الغرف التي تحتوي على معدات حاسب واتصالات، وهذه الغرف تشمل غرفة الحاسب الرئيسي وصناديق الأسلاك والغرف التي تحتوي على الحاسبات الخادمة وغيرها من الأجهزة الأخرى. ثانيا، حراس الأمن. وبالنسبة للمنظمات التي تنتفع من خدمات شركات حراسة خارجية، إن مسؤوليات شركات الحراسة يجب أن تحدد بوضوح في عقد مع المنظمة التي يتم حمايتها، حيث يجب أن يوضح العقد النقاط الرئيسية التالية: الفترة الزمنية مثلا من يناير 2009 إلى 31 ديسمبر 2009، والتكاليف. التزام شركة الحراسة بفحص الخلفية الجنائية لكل الحراس. ثلاثة، متطلبات التدريب والأداء لموظفي الأمن، وتشمل المهارات الممتازة في الملاحظة والكتابة والانتباه للتفاصيل في المشاهدات، يعتبر مهما بالنسبة أو بصفة خاصة. أربعة، يجب أن يشير العقد إلى دليل منفصل للإجراءات منفصل، ويجب أن يشير العقد إلى ضرورة اتباع الإجراءات الواردة في الدليل، ويجب أن يراجع العقد فقط في الحالات التي تحدث فيها تعديلات جوهرية في مسؤوليات المنظمة أو شركة الحراسة. خمسة، مسؤولية شركات الحراسة والتعويض المدفوع عن الآثار المدمرة التي قد يسببها حراس الأمن. ستة، متطلبات إلغاء العقد بما في ذلك عدد الأيام اللازمة لوجود مذكرة مكتوبة تسلم لأي طرف في العقد قبل إلغاء. سبعة، توقيعات الرئيس أو مسؤول آخر في المنظمة ومن شركة الحراسة. ثالثا، كاميرات المراقبة بالفيديو. إن كاميرات المراقبة بالفيديو هي وسيلة ضبط إضافية يمكن أن تعمل فعال الأنشطة غير المصرح بها، وتوفر دليلا مهما في حالات الجرائم وسوء سلوك الموظفين. ويجب برمجة نظم المراقبة الرقمية في الفيديو لحفظ صور البيانات على القرص الصلب. ويجب إجراء نسخ احتياطي كل ليلة للقرص الصلب مع حفظ شرائط النسخ الاحتياطي والأسطوانات المرغوبة وأي أجهزة تخزين رقمية أخرى في مكان آمن لفترة زمنية مناسبة وفق درجة المخاطر المرتبطة بالمنطقة التي يتم رقابتها. في بعض النظم الأكثر تعقيدا يمكن أن يتم نقل صور البيانات إلكترونيا إلى مكان التخزين في وضع الزمن الحقيقي في الـ Real Time، أي في نفس الوقت.
بحيث تصبح إجراءات النسخ الاحتياطي غير رابعا ضوابط الكشف والطوارئ العامة. إن أجراس الإنذار يمكن أن تعمل نتيجة دخان أو حرائق أو عدد من الأفعال الأخرى مثل فتح باب محظور بعنف، ويجب الوقوف على إجراس الإنذار في مواقع استراتيجية لأغراض الأمن والسلامة مع فحصها إلكترونيا باستمرار. إن نظم الأطفال بالرش التي تعمل في الحرارة مطلوبة في كثير من التجهيزات، وفي حالات مراكز البنات يتم وضعها فوق معدات الحاسب والقود الحرارة المحلي ورغبة الإدارة. خامسا نظم التدفئة والتهوية والتبريد. إن الحاسبات تعمل بشكل أفضل في بيئة باردة وجافة وخالية من الغبار، كما يجب عدم إخفاء متطلبات الراحة للأشخاص كما المتعاملين مع معدات الحاسب. فغرف الحاسبات يجب ألا تكون شديدة في البرودة، كما أن نظم التهوية غير الجيدة قد تضر بصحة العمل. سادسا التغطية التأمينية. يجب أن يغطي التأمين تأمين معدات وبرامج الحاسب بالتكلفة الاستبدالية وتكاليف الاسترجاع للبيانات المفقودة، وبعض بوارص التأمين قد تغطي الإيرادات المفقودة المرتبطة مباشرة بتدهور البرامج ومعدات الحاسب. ويجب فحص بوليصة التأمين التأكد من أنها سارية ومن أنها تغطي كل البيانات وبرامج ومعدات الحاسب بالتكلفة الاستبدالية. سابعا النسخ الاحتياطي الدوري. لابد من تطبيق إجراءات لعمل نسخ احتياطي دوري يومي أو أسبوعي أو شهري في تطبيقات وبرامج النظام والبيانات، بالإضافة إلى تخزين وتبديل وسائل النسخ الاحتياطي مثل الشبكة المحنطة والأقراص المضغوطة في موقع آخر. يجب الاحتفاظ بمذكرات لتوثيق النسخ الاحتياطي والتأكد من نقل وسائط النسخ الاحتياطي إلى موقع بريد. حالة الفشل في إجراء استرجاع اختباري من وسائط النسخ الاحتياطي. تم الاستفسار من المدير عما إذا كان قد تم إجراء عملية استرجاع اختباري لشريط النسخ الاحتياطي للنظام ككل، وتأكد المدير عدم إجراء أي عملية استرجاع. ويمثل الدرس المستفاد هنا في التحقق من إمكانية الاسترجاع فعليا من وسائط النسخ الاحتياطي. فافتراض أن استرجاع نظام الشريط النسخ سوف يعمل دون اختباره قد يؤدي إلى ضياع وقت ثمين وقد يكون مكلفا جدا في حالة انهيار النظام. حالة الفشل في النسخ الاحتياطي لبرامج وبيانات مهمة مثل بيانات التسويات المالية الأسبوعية يتم تخزينها على القرص الصلب للحاسب المحتوي. في الأسبوع التالي وتستقبل بيانات التسويات المالية بما البيانات المناظرة لها في نفس اليوم من الأسبوع الماضي يتم مسحها. فلم تكن هناك إجراءات نسخ احتياطي للبيانات إلى شريط أو قرص فريد، بل إن أقراص النسخ الاحتياطي لبرامج التطبيقات كانت تخزن في نفس الغرفة مع الحاسب المكتبي الخاص باستقبال بيانات التسوية المالية. حالة الفشل في إجراء عمليات نسخ احتياطي أسبوعي. قام قسم السجلات في إحدى المؤسسات المالية باستخدام تطبيق شبه أوتوماتيكي لتخزين واسترجاع السجلات في سبيل أرشفة وثائق الحسابات الجديدة ووثائق الخروج والشيكات الواردة والصادرة وغيرها من الوثائق المهمة. عملية مراجعة لتطبيق تخزين السجلات والإجراءات المتعلقة به لوحظ أن عمليات النسخ الاحتياطي الأسبوعية لم تتم لعدد 3 أسابيع من جملة 22 أسبوع. فإذا حدث فقد في البيانات لأحد الأسابيع التي لم يجر لها نسخ احتياطي، إن كل الوثائق منذ آخر عملية نسخ احتياطي يجب إعادة فحصتها. سيحدث تأخير جوهري في خدمة العملاء الداخليين والخارجيين مع إعادة قسم السجلات على التسجيل وفحص الوثائق المصورة حديثا. لذلك يجب إجراء عمليات نسخ احتياطي دورية لمعلومات الفهرسة مع تخزين نسخ محدثة من الأقراص المضغوطة في موقع آخر. ثامنا الإمداد بالطاقة للطوارئ والطاقة غير المنقطعة. نظام الإمداد بالطاقة للطوارئ والطاقة غير المنقطعة يجب أن يتم تصميمه ضمن أي تجهيز لتشغيل المعلومات. دسام برامج استئناف الأعمال.
يجب على كل منظمة أن يكون لديها برنامج آلي ومختبر استئذان كلام، ده مهم جدا. بشرط لهذه الخطط في بعض الأحيان على إنها برامج تجاوز الكوارث، ويجب أن تتضمن برنامج استئذان الأعمال لمدة التأهيل لحد آلي. قائمة بالعمالة الرئيسية التي يجب الاتصال بها في المنظمة. 2. مواقع الإدارة الأولية والثانوية التي يمكن أن ينتقل إليها أعضاء الإدارة الرئيسيون في حالة حدوث كارثة لمركز الإدارة الرئيسي. تحديد وتصنيف المناطق التشغيلية بالنسبة لدرجة الأهمية والمخاطرة. وصف مختصر للأحداث التي تتطلب تطبيق برنامج استئذان الأعمال. 5. توصيف دقيق وموجز الأحداث والأفعال التي يجب اتخاذها في كل من المنطقة التشغيلية أو المناطق التشغيلية. مجرد اكتمال بناء برنامج استئناف الأعمال بين المنظمة، يجب أن توفر تدريب الإدارة والعمالة الرئيسية المسؤولة عن كل منطقة تشغيلية. الخصائص الرئيسية لبرنامج استئناف الأعمال: الخاص بنظم الأعمال. عند حدوث كوارث شاملة متعلقة بتشغيل المعلومات، إن برنامج استئناف أعمال المنظمة يجب أن يوفر مواقع بديلة لتشغيل المعلومات. يوجد 4 أنواع من هذه المواقع، هي المواقع الساخنة والمواقع الباردة ومواقع المريضين والمواقع التبريدية، ويعتمد نوع موقع المختار على نظام الحجز. أول هذه المواقع، الموقع الساخن أو الهوت سايت، هو تجهيز تشغيل المعلومات معدل تماما بإضاءة أو كهرباء ومعدات تكييف ومعدات حاسب ومهمات، بحيث يستطيع العمل بشكل كامل في مدة تقل عن 24 ساعة. والميزة الأساسية لهذه المواقع هو إمكانية بدء العمل فيه سريعا، وقد يكون ذلك مهما بصفة خاصة للشركات الكبيرة التي لها خدمات فورية مثل البنوك. ثاني هذه المواقع، الموقع الثالث أو الويب سايت، هو تجهيز معدل البنية التحتية اللازمة لعمل نظام تشغيل المعلومات الأساسي. هذه البنية التحتية تشمل الإضاءة والإسلاك والإسلاك الكهربائي والتكييف والهواء والمهمات، ولكنها لا تشمل معدات الحاسب. والميزة الأساسية للموقع الثالث مقارنة بالموقع الساخن إنه أرخص في الصيانة، فلا يوجد معدات حاسب مطلوب تحديثها واختبارها باستمرار. والعيوب تشمل العودة البطيئة نسبيا إلى التشغيل وتكاليف تأجير وشراء أو شراء التجهيز للحاسب. ثالث هذه المواقع، موقع المورد أو الفيندور سايت، هو تجهيز لتشغيل المعلومات، يوفره مورد متخصص في توفير هذه التجهيزات، وتتمثل مزايا في العودة السريعة إلى التشغيل، وعيوب تتمثل في التكلفة المرتفعة نسبيا التي قد يطلبها المورد، والمخاطرة المحتملة ألا يكون موقع المورد متوافقا كليا مع نظام تشغيل المعلومات في المنظمة. آخر هذه المواقع، الموقع التبادلي، هو التجهيز لتشغيل معلومات موجود في منظمة أخرى. ستوقع منظمتان اتفاقية بحيث تسمح كل منهما للأخرى باستخدام مواردها لنظم المعلومات في حال تعطل العمل في المنظمة الأخرى. مع توثيق هذه الاتفاقية هي كتابة، ومن المهم جدا ألا تكون المواقع التبادلية موجودة في نفس المنطقة الجغرافية. والميزة الأساسية للموقع التبادلي هو انخفاض أو عدم وجود تكلفة على الإطلاق، والعيب الأساسي يتمثل في المخاطر إن المنظمتين قد لا يحافظان على توافق أنظمتهما للحاسب إلى آخره.